السلام عليكم، معاكم ضحى أسامة من كريدت جروب. إن شاء الله هنبدأ في كورس أو هنكمل مع بعض في المحاضرة الثالثة من كورس الـ Design Basics من كريدت جروب. كنا اتكلمنا قبل كده إنه على نظرية الاتصال، وقبلها كنا اتكلمنا عن الديفينيشن بتاع كلمة ديزاين وإنها جاية من كلمة ديكود، فك الشفرة. المرة دي هنتكلم على الكونسبت نفسه بتاع الديزاين. الفكرة كلها إن احنا عايزين نوصل تعريف للمنهج اللي بنستخدمه في التصميم، وهنتكلم ان شاء الله كمان عن طرق واللي هي الخطوات اللي المفروض نأديها علشان نوصل للتصميم النهائي الناجح، تصميم ناجح وفعال. تمام، ده باوربوينت لدكتور ماريانا كانت عملته لي عن الكونسبت ديزاين. ان شاء الله هنبدا نتكلم في جزء منه ونشرح. تمام، نبدا مع بعض. هي بتبدا الاول تعرف نفسها وبتقول ان من رايها ان الكونسبت ديزاين هو المفتاح لاي تطوير ولاي مفهوم للديزاين في اي مجال من اي مجالات الابحاث. يعني اللي هو الكونسبت ده ممكن نستخدمه من الاخر كده في تصميم اي منتج، والمنتج ده بيكون في اي مجال، يعني مش شرط مجال معين زي مجال مثلا الانتيريور او الفاشن او الاندستريال. تمام، what is the concept design؟ ايه هو المبدأ لاي تصميم؟ البداية في التعريف. تمام، هو دلوقتي لو دخلنا على اي تعريف في الويكيبيديا فهو تعريف يعني مش هيفيدنا، وتعريف يعتبر مش هو الصح. فهي بتقول ان هو doesn't، يعني هو فعلا في تعريف للديزاين، او ممكن ان احنا ندخل تعريف للديزاين. طيب، مبدئيا هي بتقول ان التصميم هو عبارة، يعني او المبدأ بتاع التصميم الكونسبت بتاع الديزاين هو مش مجرد حل لمشكلة. تمام، ومش مجرد برضو التعريف للمشكلة، احنا مش مفروض ان احنا بنقعد نعرف المشكلة بس. تمام، او نكتشف المشكلة نفسها. تمام، مثلا زي المثال اللي عندنا، ان احنا عندنا شكل زي ده وبدأ انها يعني بدأ انه يخرج منه اشكال تانية كتير. تمام، هنشرح الموضوع ده مع بعض. كمان هو مش visualization possibilities، لان انا عندي امكانيات كتير لان انا اوصل لحل معين، بس الامكانيات دي مش المفروض ان انا استخدمها كلها، لان المفروض ان انا بشوف الاحتياجات. يعني بمعنى اصح، انا مثلا المفروض اعمل تصميم للابتوب، المفروض اعرف اللابتوب ده المفروض اللي هيستخدمه ده واحد ديزاينر ولا واحد يوزر عادي بيستخدم بس الانترنت، ولا واحد محتاجه علشان الوورد والاكسل، ولا. تمام، فمش المفروض ان انا احط كل الامكانيات في حاجة واحدة واظهر ان انا اقدر اوصل لاحسن حاجة، لان ممكن الامكانيات الكتير دي ما تكونش هو ده اللي محتاجها اللي قدامي. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا كده ما لبيتش الغرض. تمام، طيب كمان هو يعني هو كمان في نفس الوقت ان هو مفتاح ان الفيجواليزيشن برضو هو جزء من ايه؟ من التصميم. يعني هو مش معنى ان انا بعمل رؤية ليا او ان انا بعمل اجزاء كتير في سوري، مش هي فكرة اجزاء، هي فكرة ان انا بحط افكار كتير في ورقة. تمام، الافكار دي ببدأ مع نفسي اعملها زي مايند ماب واعمل مود بورد. تمام، هنشرح يعني ايه مايند ماب ويعني ايه مود بورد. تمام، فكرة الافكار الكتير دي مش المفروض ان انا كلها دخلها في التصميم. تمام، حاجة كمان ان المفروض التصميم يبقى عندي مبدأ او فكرة في الحل. يعني انا مفروض اعمل مثلا بوتاجاز، البوتاجاز ده ما هو في بوتاجاز غاز، في بوتاجاز كهربا. طيب انا هعمل ده ولا ده؟ يبقى في كونسبت المفروض اختاره، لان اكيد ده مش نفس الكونسبت بتاع ده. تمام، طيب فبيبدأ هنا يحط زي الكونسبت. تمام، زي مثلا هنا عندنا عجلة زي دي او شنطة زي دي، الراجل بيستخدمها، فانا بشوف هو محتاج ايه. تمام،
طب محتاج انها تتطبق، طب محتاج ان فيها عجل عشان الارض مثلا مش هتكون مريحة ليه ان هو يجرها. يبدأ يحط كذا كونسبت ويحط الوظائف الفانكشنز والماتيريالز ويعمل دراسة للارجنومكس والسيفتي عوامل الامان. قبل كده كنا اتكلمنا عن موضوع الارجنومكس اللي هو علاقة الانسان بالمنتج، العلم اللي بيدرس علاقة الانسان بالمنتج او بالمستخدم، تمام. فالارجنومكس اللي هي موضوع اللي هي فكرة التسهيلات، او مثلا شكل الايد دي ليه بالمنظر ده، او الزاوية دي ليه علشان الانسان بيقدر يستخدمها، او مثلا الارتفاع ده متحدد على اساس انه الانسان لما يجي يمسكها ويجرها ايديه مثلا ما ينفعش تعلى عن كتفه، لو الايدين مثلا ارتفعت عن الكتف الحركة دي بتتعب الايه المفصلات او الجوينتس الموجودة. يبقى انا المفروض اعمل كذا دراسة وكذا كونسبت وكذا واشوف الماتيريالز وانهي اوفرهم وانهي في التكلفة وانهي الاحسن في الاستخدام، عوامل الامان لازم اعمل حسابي فيها، تمام. بدأ انه يعملها اوبشن انها تكون شبكة علشان اقدر اشوف الحاجة اللي جواها، تمام. التوتال بقى النهاية ايه، الايفالويشن التقييم وهكذا، تمام. فيقول لك في الكونكلوجن في الاخر الاستنتاج ان مثلا كونسبت 5 ده هو اللي حقق اعلى ايه ماتشنج ما بين النيدز وما بين الايه الكواليتيز. احنا قبل كده قلنا ان في حاجه اسمها النيدز والكواليتيز، النيدز اللي هي الاحتياجات بتاعه المستهلك، الكواليتيز اللي بيحطها المصمم او الديزاينر علشان يلبي بيها الاحتياجات اللي احنا المفروض بنبقى حاطينها في عين الاعتبار، تمام. طيب عندنا كمان حاجة اسمها انه من ضمن التعريفات للكونسبت للديزاين ان هو an idea that needs to be developed، ان هي فكرة محتاجة للتطوير. ان انا مثلا عندي حاجة منتج معين معروف، كرسي مثلا، لا الفكرة فكرة الكرسي دي لا ما اوقفش عندها، انا لازم اطورها. انا ممكن اعمل الكرسي مثلا ممكن معاه ستاند بيتفك ويتركب مسند للايد، ممكن الكرسي انه يتقلب لسرير، ممكن ان الكرسي يكون معاه وحدة اضاءة اضافية بظهرها وقت ما انا عايزة عشان اقدر اقرا كتاب، ممكن الكرسي، افكار كتير للفكر او يعني لمبدأ ايه الكرسي ده، يعني مش احط في بالي كرسي معين وابدأ اعدل عليه، لا انا انسى الفكرة نفسها الاساسية وابدأ اتخيل الكرسي تاني من دماغي وابدأ اعمله تصميم، تمام. يبقى انا كده شو طبيعي لو فكرت بالمبدأ بتاعي ده، انا كده خرجت من الصندوق، انا كده بقيت بفكر اوت اوف ذا بوكس، تمام. يبقى انا لازم اتخلى عن المبدأ او الفكرة الاساسية، بس مش معنى كده ان انا اعمل فكرة الناس ما تفهمهاش. يعني احنا قلنا قبل كده برضو انه لازم المستهلك يفهم المنتج ده بتاع ايه، يعني لازم يفهم برضو في الاول وفي الاخر ان ده كرسي، تمام. بس ما اضيفش عليه يعني نفس الفكرة انه لازم يبقى ليه 4 رجلين وانه لازم هو الكرسي اللي بيتحط ده زي ما هو، لا ما انا ممكن اعمله بيتفك ويتركب. دلوقتي في كراسي بتتعمل مجرد انها شيت لوح كده، ومجرد ان انا بفكه بفرده بيطلع منه ايه المسند والرجلين وبعد عليه، تمام تمام يعني انا ممكن يبقى عندي شيت ورقة كده واقدر افكها وقت ما احب اقعد وتبقى كرسي، تمام. ودي اتعملت بالليزر كات، تمام. يبقى انا لازم افكر ايه تفكير مختلف عن الناس اللي ايه اللي سبقوني، تمام. طيب برضو لازم اعملها اختبارات، لازم اعملها يعني اشوف الاختبارات بتاعتها، مثلا حاجة زي اللي اتعملت انه للبيتس للهوم بيتس للحيوانات الاليفة، انه مثلا حيوان اليف زي البابي الموجود في الصورة ده لما يركب عربية ده ممكن في اي وقت في المطبات يحصل انه يتصدم، فلازم نعمل له زي ستاند او زي جاكيت كده زي اللايف جاكيت كده انه هو ايه يحميه من اي صدمات، وفي نفس الوقت ايه ربطه في حزام الامان، تمام. يبقى ده تفكير، يعني محدش قبل كده فكر ان يعمل حاجة زي دي، يعني للحيوانات الأليفة اصلا ما حدش بيفكر لها كتير، لكن انه حد يوصل لفكرة زي دي فهو كده خرج عن الايه عن المألوف، وده حاجة إيجابية، تمام. طيب where does concept design come from، هو من where does concept design come from، من يعني الاساس بتاعه ايه، تمام. فاحنا بنقول ان هو من التحليلات اللي احنا بنعملها في البداية، يعني انا بيبقى عندي باك جراوند او خلفية
عن البحث اللي انا محتاجاه، وببدا احلل فيما بعد ايه النقط اللي انا عاملاها. زي ما انتوا شايفين الورق ده كله فيه مايند ماب، زي ما انتوا شايفين خرائط ذهنيه. واحد بيبدا يفكر في نقطه، فالنقطه دي تبدا تتشعب. تمام، يعني انا محتاجه اعمل الاول جاكيت، فببدا اخرج من الجاكيت ده، جاكيت مثلا اللي بيستخدمه ده مثلا رجل اطفاء، ولا اللي بيستخدمه ده سيده، والسيده دي ممكن تكون حامل ولا لا، ولا صغيره ولا عجوزه، ولا الجاكيت ده محتاجه دكتور، ولا محتاجه قاضي، ولا يعني بتخرج مني يعني بوينت كتيره في النقطه اللي عندي دي. طب لو الاول حد ده مثلا كان محتاجه اللي هو رجل الاطفاء، محتاج ايه وايه وايه فيه، وممكن انا ايه المشاكل اللي بتواجهه، وممكن المشاكل دي انا اتغلب عليها ازاي، وممكن انا اضيف له اعمل اضيف وظيفة تانية في الجاكيت جديدة عليه تساعده في حاجة تانية اكتر فينبسط بيها اكتر. يعني حتى لو هو ما اشتكاش، ممكن انا اضيف له وظيفة ايه ثانوية كمان في المنتج اللي انا بعمله، او ايا كان بقى المنتج عامة. تمام، فتبقى الحاجة اسمها ايه مالتي فانكشنال، متعددة الوظائف. وعلى فكرة ده يعني اللي هيكون السائد في المستقبل عامة، يعني اللي هو الفيوتشر فور نيتشر كله بيكون أساسه فكرة إنه عنده بيأدي كذا وظيفة، فكرة إنه بيأدي كذا وظيفة. تمام، طيب عشان مساحات يعني. طيب النولج الفكر التفكير عامة يعني كأنه بيقول لك زي الايسبرج، زي مثلا الجبل اللي من التلج ده. يعني طبعا معروف ان الجبل الجليدي بيكون جزء منه ظاهر فوق الميه والجزء باقي تحت، تلت وتلتين. تمام، او هنا في الصوره باين اكتر، باين حتى ان هو اقل من تلت. تمام، طيب هي الفكره في ايه؟ ان الثقافه او التفكير ما اقفش عنده، يعني مش مجرد ان انا جات لي فكره اقف عندها واقول هي دي اللي هتتنفذ، لا انا افكر تاني وتالت وعاشر، لان انا لازم اتعمق، لان الافكار ملهاش يعني it's from negative infinity to positive infinity، من اللا نهايه الموجب للمالا نهايه ايه السالبه، يعني ملهاش حدود. تمام، يبقى انا كل ما بفكر كل ما بطلع افكار افضل واحسن. تمام، طيب فهنا بيقول ايه؟ انه الحياة مش مجرد انها كتب والدماغ والكلام ده كله، ومش مجرد الحاجات اللي انا عارفاها بس، لا انا في كمان ناس عندهم براكتس، عندهم خبرة. طيب معنى كده ايه؟ ان انا مثلا لو حبيت اصمم حاجة، مثلا نقول اي منتج بنتعامل معاه كتير، ازازة مية، محتاجة اصمم ازازة مية، انزل اشوف كل الازايز المية اللي في السوق واشوفها بعيني. تمام، ليه؟ احنا قلنا موضوع الارجونومكس. تمام، يعني انا لازم اشوف كل ازازه ميه ليها مبدا كونسبت لوحدها في الارجونومكس بتاعها، يعني مش كل ازاز الميه بتتمسك بنفس الطريقه. تمام، في ازاز ميه بتطلع بكيرف كبير، تمام، وبعدين تصغر وبعدين يبدا ايه كيرف يكبر تاني، في ازاز تانية بتبقى كبيره من فوق وبتبدا تنزل تحت من على شكل سلندر، في العكس. كل واحدة من دول بيبدأ الإنسان لما بيجي يستخدمها ويحاول يشرب منها بتبقى ليها طريقة مختلفة، يبقى كل واحدة ليها كونسبت مختلف. طب يا ترى أنا أقدر أعمل كونسبت جديد؟ أكيد أقدر أعمل كونسبت جديد، لأن العلم ما بيوقفش. تمام، طيب أنا ممكن كمان أعمل حوار بيني وبين المستخدمين، وده أفضل طريقة لأن أنا أوصل لتصميم، إن أنا أشوف رأيهم في التصميمات اللي قبل كده، أو أشوف رأيهم في الفكرة اللي عندي. تمام، اهم حاجه ايه؟ ان انا اعرف راي المستخدمين. ليه؟ لان المستخدم في الاول وفي الاخر هو اللي هيوصل له التصميم بتاعي، وهو اللي كان بيعاني من مشاكل التصميمات اللي قبل كده، ولو انا حققت له الاهداف او الحلول للمشاكل اللي كانت قبل كده موجوده، انا كده منتجي او التصميم بتاعي هيكون ناجح جدا. تمام، طيب كمان من خلال الحوار بيني وما بين الايه المصممين الباقيين، اللي هي اللي عبارة عن بنسميها ايه اللي هي العصف الذهني، اللي هي الايه ان انا افضل اقعد نعمل جلسة عصف ذهني ونقعد مع بعض واقول لهم يا جماعة انا عايز اعمل تصميم لحاجة معينة، فيقولوا لي عندنا الفكرة التانية دي او التالتة او الرابعة وهكذا، ونبدأ نشرح مع بعض وكل واحد يطلع ويحط الفكرة اللي عنده على الورقة الموجودة دي، فبنلاقي افكار كتيرة طلعت مع بعض. طيب الافكار الكتيرة دي وفرت وقت،
تمام، خلتني اشوف وجهات نظر تانية مختلفة. شيء طبيعي ان العمل ده هيكون ايه ناجح في البداية في النهاية، لانه افكاره مختلفة. يعني احنا كده وصلنا لكذا فكرة كان صعب ان انا اوصل لها لو انا فكرت لها ايه لوحدي. طيب كمان احنا محتاجين يعني نشوف كمان الديزاين ده ال requirements المتطلبات بتاعته ايه. احنا قلنا قبل كده needs وال qualities، تمام. طيب كمان ال community needs، ان احنا برضو محتاجين نشوف المنتج ده هيكون بيساعد على الاتصال ولا مش هيساعد على الاتصال. طب او الاتصال بتاعه يعني معنى كده انه المنتج ده هيوصل لاي نوع من الناس. طيب الناس دول محتاجين ايه. نفس الفكرة، نفضل نفكر بنفس الايه الكلام. احنا لازم اهم حاجة نلبي الاحتياجات في البداية وفي النهاية. طيب كمان احنا لازم نعرف حاجة اسمها الايه الكونتكست. ايه الكونتكست ده؟ دلوقتي لو انا عايزة اعمل تصميم لحاجة، تمام، زي مثلا ديفايس، جهاز، تمام، الجهاز ده فيه هاردوير وسوفتوير و و و و تمام. طب فاميليار ولا لا؟ طب الكونكشن، طب الكارير، تمام. اول حاجه عندي، اول دايره عندي اللي هي الايه الاكتيفيتي، ان انا ببدا اشوف المنتج ده محتاجه يعني يكون في اوبشنز معينه، تمام، جولز معينه احققها، تمام، تاسكس محدده، تمام. طب خرجنا من الدايره دي، رحنا لدايره اكبر اللي هي اللي اسمها الانفايرمنت، الطبيعه. المنتج ده لازم يكون صديق للبيئه، يعني ده اساسي، دي كمان شروط من شروط الجوده، الجوده في الانتاج، ان انا المنتج لازم يكون كمان انفايرمنت ممكن انه بيوصل للناس، تمام، انه بيحقق طلباتهم، يعني يبقى في لينك بينه وبين الناس، تمام. بعد كده حاجه عندي اسمها الكالتشر، الايه الثقافه. الثقافه في الثقافه اللي هي اللي موجوده في المجتمع، وفي ثقافه تانية ثقافه التصنيع اللي هي زي ما بنقول كده زي العادات والتقاليد بتاعت الصناعة. يعني في عادات وتقاليد ما بين الشعوب، يعني ان كل شعب عنده عاداته وتقاليده، فطبعا المنتج ما ينفعش يخالفها طبعا، تمام. يعني ما ينفعش حد يروح يعمل يعني مثلا اللي هو مثلا إزازة مثلا الفودكا، احنا الحاجات دي طبعا محرمة، تمام. طيب لكن العادات وتقاليد التصنيع نفسها ايه، زي ما قلنا حكاية انه ما يبقاش فيه شارب ايدج، تمام، اللي هي الارجنومكس، فيما يعني بالمعنى الاشمل ليها اللي هي الارنومكس، اللي هي علاقه الانسان بالمنتج، تمام. طب لازم برضو اراعي الاقتصاديات، يعني اشوف الاقتصاد، اشوف الشعب اللي انا بتعامل معاه، معاه فلوس ما معهوش فلوس. طب لو معاه فلوس بيحب يشتري الارخص ولا بيحب يستغلى ويتفشخر ويحسس ان اللي قدامه ان انا لا بقى بجيب البراندز بس والحاجات الغاليه. طيب الديانة بتاعت الشعب، كمان القوانين، المنتج ما ينفعش يكون بيخالف القوانين. في منتجات بتكون قانونا محرمة او ممنوع دخولها، تمام. في قوانين كمان بتكون على المنتجات، في يعني بمعنى تاني ان انا حاجة اسمها الجودة، قلنا جودة التصميم، وفي جودة انتاج، تمام. فالكلام ده يبقى انا لازم بمر بالثلاث دوائر دول لما باجي اعمل تصميم، في الاكتيفيتي، في الوظيفه نفسها، في الانفايرمنت، فبشوف الناس اللي بيستخدموا الحاجه، في الكلاتشر كمان. طيب do we have methods for concept design، احنا عندنا طرق ان احنا نحط بيها مبدا للتصميم. عندنا عندنا طرق كثيره، احنا قلنا لسه قايلين كنا ايه، عندنا برين ستورمنج، العصف الذهني، الفيجواليزيشن، ان احنا نقدر نعمل 3 دي موديلنج للتصميمات، او ان احنا عن طريق ان احنا نعمل بروتوتايبنج، نعمل منتج اولي او تصميم اولي، او 3 دي برينتنج، تمام. كمان ان احنا محتاجين نفهم عمليه التصميم او الانتاج كمان بتبقى عامله ازاي. يعني انا ما اجيش اعمل تصميم ما فيش مكنه تقدر تعمله، لازم يبقى عندي خلفيه او باك جراوند عن طرق التصنيع، تمام، فعشان اقدر اساعد ايه العمليه تصنعها ايه تقدر تتم بسلاسه. عندنا كمان الديسكاسنج، ان احنا نقدر نعمل حوار ونعمل اللي هي برضو نعمل دايالوج مع الناس اللي بيستخدموا اليوزرز وهكذا، تمام. لازم اكون كريتيكال، لازم اكون انا بعمل نقد لنفسي كل شويه واقيم كمان نفسي اول باول، تمام. ولازم كمان اهم حاجه عمليه ايه التستنج، الاختبارات. طيب
about industrial design process، عن طريق ان احنا كمان نحاول نفهم عملية ايه التصميم. طيب في حاجة اسمها analysis، ان احنا نحلل الايه ال input المدخلات وال output، وفي النص عملية ال analysis. طيب ال input بيكون ايه؟ ال needs، وال output بيكون ايه؟ ال product في الاول في الاخر، او ال design كعملية بدائية في الاول. تمام. طيب ال analysis بيتعمل ازاي؟ ان انا ببدأ اعمل define للمشكلة، بعمل ايديات، بعمل تطوير، بعمل تصميم، بعمل افكار، بعمل سلكت، بختار بقى الفكره المحدده اللي انا عايزه اعملها، وببدا ايه في العمل عليها. ببدا اعمل كمان اكسبلوريشن، ببدا استكشف، ببدا اشوف الناس محتاجين تصميم يحل لهم مشاكل ايه. تمام. عمليات ان انا كمان اطور فيه ولا ما اطورش فيه. تمام. اعمل المنتج ده بيساعد على الاتصال ولا لا. تمام. اهم حاجه اشوف النيدز. تمام. ببدأ أحلل المشكلة، ببدأ أعمل تشخيص للمشكلة وأحددها في إطار محدد، ببدأ أشوف الكونسبت اللي أنا هبدأ أشتغل عليه. تمام. وهكذا لحد ما أوصل لـ drawing كمثال للـ output بتاعي هنا. يعني أنا ببدأ أشوف الاحتياجات وأبدأ أعمل رسومات، قلنا الـ free sketching، إن أنا أبدأ أحط سكتشات. تمام. طيب مثال عندي هنا للفيجواليزيشن، ان انا عندي هنا مثلا كونسبت زي ده وكونسبت تاني، والاتنين دول لايه؟ للكرسي. ان هنا مثلا ده كرسي وده كرسي، بس الاتنين ممكن ايه عملية التخزين ليهم مختلفة عن عملية التخزين هنا. عملية التخزين زي البازل في الحالة دي، هنا كرسي وترابيزة على فكرة، وهنا برضو كرسي وترابيزة معاه، او مثلا زي ديسك صغير. تمام. وطريقة التخزين بتاعته مختلفة. طيب دي السكتشنج اللي كنا بنتكلم عنها. طيب بالنسبه للسكتشنج لازم طبعا بعمل زي بوب ارت كده صغيره، ان انا ببدا اقول ده عباره عن ايه، فوكس لينس ده عباره عن ايه، واضح قوي ان دي كاميرا. طيب الماب كونسبت ماب اللي هي المايند ماب، ان انا ببدا اعمل خريطه ذهنيه، بحط في الاول اللوجو بتاعي او المشروع اللي انا عايز اعمله، وابدا اخرج منه زي شجره تري للافكار بتاعتي اللي عندي. تمام. وده برضو مثال تاني. تمام. وده مثال كمان. كل دي افكار للمايند ماب. تمام. الميتافورز هنا ان عندي زي شجرة وبخرج منها فروع تانية. طبعا هو هنا عاملين مثالها زي مثال ايه، المعابد الاغريقية. طيب برضو ده مثال تاني، انه عندي زي ايكون وبيخرج منها ايكونز كتيرة. تمام. ده ريبريزنتيشن، انه كلام هنا في كلام طبعا متكبر وكلام صغير، الفونت بتاعه صغير، الفونت بتاع بعض الكلمات بيكون لونه مختلف، عن الكالر كمان مختلف في كلمات عن كلمات تانية. طيب ايه الكونسبت هنا في الموضوع ده في الداتا ريبريزنتيشن؟ ان الكلام اول حاجة المفروض ان الواحد لما يدخل هيشوفها الكلمة دي، بعدين الكلمة دي. طب ليه الكلمة دي؟ لان الكلمة دي اغمق كلمة فيهم، فواضحة قوي، في كونتراست ما بين الكلام وبعضه، غير كده الفونت بتاعها كبير. بعد كده ليه هنقرا الكلمه دي؟ لان لونها احمر، ومعروف ان اللون الاحمر هو اللي بيجذب اي حد انه يشوفه. عشان كده بتلاقوا اللوجو بتاع معظم المطاعم بيكون لوجو ايه، لونه احمر، ومعظم برضو الشركات الغذائيه عشان يجذب الانتباه. كمان ليه جانب تاني اضافي، ان هو انه بيساعد على ان الواحد يجوع. يعني عشان كده بنلاقي مثلا KFC، ماكدونالدز، بيتزا هات، كوستا، كل معظم الماركات كوك. تمام. بيكون اللوجو بتاعها باللون ايه، الاحمر. فيما بعد المفروض ان الناس برضه هتشوف اللون الاورنج المحمر ده، ثم اليلو. تمام. وهكذا. تمام. طبعا دي ليها اساس، انا عايزه اللي قدامي لما يجي يشوف بوستر زي ده اول حاجه يشوفها كذا ثم كذا ثم كذا، عشان يقدر يقرا ايه البوستر تبعي. طيب عندي كمان تولز، ادوات مختلفه للايه، للفونتس هنا. تمام. عندي تايم لاين، ان انا ممكن ابدا احط خطوات عندي في تايم لاين، اقول انا كان عندي كذا 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 كذا. طبعا هنا مرحله التطوير لعمليه الاتصال. تمام. عمليه الاتصال كان زمان عامله ازاي،
العملية البدائية قوي، تمام، لحد ما هو بقى عندي وصلنا ل انه بقى فيه زي تليفون بدائي، بعدين في تليفون تاني، بعدين الراديو مثلا وهكذا، اللاسلكي، بعدين وصلنا للايفون وهكذا، تمام. طيب عندي برضو تايم لاين مختلف، تمام. هنا بيوروني الناس من ايام سنة كام، من ايام الفراعنة، تمام، لحد ما وصلوا في المعابد، وصلوا لحد فين، تمام. طيب المود بورد، المود بورد ده موضوع كبير قوي عايزين نحكي عنه، تمام، نأجله بقى للمحاضرة اللي جاية ان شاء الله، لان احنا كنا طولنا عليكم، وياريت نكون نستفاد من بعض، وشكرا لكم. ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم في المود بورد والطرق المختلفة لعملها والطرق المختلفة للتفكير كمان العلمي للديزاين. شكرا لكم.